هاي شغل هذا شغل وين؟ شغل؟ هاي إذا سألك عبادي عني مش عبيده وعبادي يعني قصير عبادي كأني قريب أجيب دعوة الداعي الداعي إذا دعان الداعي مين هو؟ اللي محتاج لا اللي هو أبو الكهف الرسول السلام إذا أجوا لعندك وسألوك إلك وإنت دعوت يفهم قريب إذا ما أجوا لعندك بروح على الجبل العام الدعاء يصعد إلى السماء ثلاثة شغلات إما أن يستجاب له مباشرة وإما يدخر له يوم القيامة وإما يعالج لا خطاء نازل فيعتل جانب السماء فهذه الدعوة العامة أما إذا بدك سرعة بتروح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الكلام؟ بس هذا الدواء اللي جابوه؟ إيه عبالك لك كم مرة قلتها؟ كم مرة قلتها؟ إيه ثلاث مرات ثلاثة أربعة خمسة ستة أول ما شفتك قلت هذا إجا صاحب الدواء وفي الآخر قال أنا ما شفتك بعدين ما مولانا يعني هو انت من اهل يعني مولانا مولانا بسألك الحلبي توسل بسيدنا الخضر يعتبر توسل برجل حي ولا ميت لحظة عمر يا عمر توسل في حي هو حي طبعا ما مات لا انا بي السؤال جاوبني عليه ولا ازعل عليك لا ما عيفك سيدي احمد عبد السلام سيدي عبد السلام توسل بسيدنا الخضر يعتبر بالحي ام بالميت اجاوبني لا تهرب حلفتك بالله حي ولا ميت توسلك توسل برب الخضر احنا نتوسل برب الخضر لا حول الله اقول لك التوسل بالخضر يعتبر بالحي ولا بالميت لا الخضر حي الدارين كانت انت مسين بس محمد توسل برب الخضر طبعا جل في محمد نتوسل رب الإسلام إحنا نتوسل بربنا ولكن ربنا أعطى هذا الإنسان مرتبة ليست مثل بقية البشر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اليوم هذا كلام الله يا رب بجاه من أعطيتهم هذا المقام أن تعطينا مثل ما أعطيتهم أنت كريم أولا اسمه مو الخضر خضر خضر شو اسمه مستدعي خضر جرين يلا سلام عليكم جاهز سيدي الخضر اي نعم الخضر عند السادة الصوفية حي قول يس وعند العلماء ميت انا بدنا فيديو انا رجع شكرا